نيابة عن معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل 2018 بحضور الشيخة نورة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة وعدد من أعضاء مجلس النواب وأصحاب العمل ورؤساء المؤسسات التدريبية والتعليمية المشاركة. وفي تصريح له بهذه المناسبة أشاد حميدان برعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لهذا المعرض، والذي يعكس اهتمام الحكومة الموقرة المتزايد بالتعليم والتدريب النوعي والموائم لاحتياجات سوق العمل. وأشار الوزير إلى أن مثل هذه المبادرات النوعية في إقامة المعارض المتخصصة تلتقي مع أهداف الحكومة الساعية إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، والتي تسهم في تعزيز آليات توظيف المواطنين في المنشآت للقطاع الخاص، مؤكدا أن سوق العمل في البحرين يشهد نموا وتطورا نوعيا بفضل دعم الحكومة الموقرة لمختلف القطاعات الإنتاجية. وفي كلمة لها خلال الحفل أكدت الشيخة نورة بنت خليفة الخليفة أن هذه الفعاليات تأتي استجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى نحو الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، خاصة الشباب البحريني وتهيئتهم علميا ومهنيا لسوق العمل، وذلك بتوطيد العلاقة بين أطراف الإنتاج العمل الثلاثة والمؤسسات التعليمية والتدريبية بهدف تحفيز خيارات التنويع الاقتصادي وتحسين الإنتاجية من خلال توجيه الطاقات نحو الابتكار والتنافسية وتشجيع الدعم الإداري والمالي للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتعزيز مشاركة الشباب البحريني في هذه المجالات. افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل 2018، والذي يضم أجنحة تعليمية وتدريبية تسعى إلى تعريف الطلبة المتوقع تخرجهم من المرحلتين الثانوية والجامعية بالفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية المتاحة وطبيعة متطلبات سوق العمل. المعارض أصبحت متنوعة وأهدافها يعني غنية. هذا المعرض يهتم بتعريف الطلاب فيما قبل العمل بالاختصاصات والمهارات والتخصصات المتوفرة في سوق العمل، فيركز على الطلبة اللي في مرحلة ثانوية وقبل ذلك وبعد ذلك، لأن يعني يخلق نوع من التواصل بينهم وبين احتياجات سوق العمل لمعرفة التخصصات والتوجهات المستقبلية، لأن أهم شيء هو أن يحسن الطالب خيارات المستقبل. أنا جدا فخورة بوجودي اليوم بهذا العدد 60 مشارك في المعرض بدعم من معالي الشيخ خالد، وأيضا بوجود سعادة وزير العمل، وحابين أيضا أن في أكثر من 600 وظيفة في برامج تدريبية من المعاهد وأيضا من الجامعات الخاصة يقدمون شهادات دولية وشهادات احترافية. معارض دورية تقام للطلبة تحمل أفكار متنوعة تعكس اهتمام الحكومة الموقرة المتزايد بالتعليم والتدريب النوعي الموائم لاحتياجات سوق العمل وتعريفهم بالفرص التدريبية والتعليمية لدى القطاع الخاص في ظل المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل واستحداث أنظمة مهنية مختلفة عن الوظائف التقليدية. المعرض استفدت منه وايد، لأنه ما كنت أعرف شنو بدرس أو شنو بصير في المستقبل، ما أنه هي آخر سنة ليه، فاستفدت من معرض وايد علمنا شنو بصير في المستقبل. يأتي إطلاع الطلبة على مخرجات التدريب المناسبة التي تتوافق مع احتياجات أصحاب العمل لتساعد المقبلين على التخرج على تحديد مستقبلهم بما يتوافق مع رغباتهم وتطلعاتهم. معرض متخصص يسعى إلى ربط الخريجين بسوق العمل من خلال التعرف على الفرص التعليمية والتدريبية حتى يكون الخريج قادراً على رسم خطواته العملية بشكل مدروس. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.